كسارة وإيدي بزنارك. خلاص إيدي بزنارك. خلاص. طيب تعا معي. كيس يا ربها قلت لك مكتوبة إلها شايفت له شوكت له السلطان ابن السلطان إلهي ربي مولاي بشوفك جنرال لك الله يسلم إيدين الدايب. وقفهم خلاص فضحتنا. شو كيف الأمور؟ ما كنا نخلص. لك يخرب بيتكم، لك شو كم واحد انتو؟ في واحد مخبر عندي عنده قرايب تهم، في مجال نطلعها إذا ما عليها شيء؟ كولونيل أمر ولا حدا بيطلع إلا بأمر شخصي منه. طيب خليه يحكي معها بس حكي، بده يخلص منه والله صرعني. يلا فوتوا خليه حكيها بس هالسريع. ها تاج عندك معلمي. أني وحدي فيهم قرايبتك؟ شحا اسمها حنان. ما بعرفه، ما بيقربني. شو؟ بس هو عم بيقول بيقربني. قلت لك ما بيقربني. عن إذنك تكي معلمي. يلا حنان نمشي معي الله يرضاك. اركني ما تقرب مني. معناها اطلع لبرا خلينا نكفي شغلنا. ايه امرك امرك. انا ما حمشي، حاستنى برا لحتى يطالعوكم. ايه وين غرفة التحقيق؟ بالصدى. انتم مين سمح لكم تعتقلوا طلاب؟ طلعوا بالمظاهرة. ليش مين انت؟ وكيف هيك بتفوت علينا؟ هلا لازم يطلعوا هلا، لان ما في ولا واحد منهم غلط غلطه ولو كانت صغيره، واذا ما طالعتوهم فورا البلد كلها رح تقلب عليكم. فرنسا فرنسا كل عمرها بلد الحريه والديمقراطيه والعداله والقانون، اكيد ما رح تقبل انكم تعتقلوا طلاب لان طلعوا مظاهره دفاعا عن بلدهم. وانا هلا ما راح امشي لحتى يطلعوا. خلص خلص تحيات انتهيت. واللي ما عليه شيء راح يطلع. طلعوا هلا واستنوهم برا. ساعه معكم ساعه وحده بس، واذا ما طلعتوهم البلد كله راح تنفجر مثل البارود. شرفوا. هدول بتحيلوهم على المستنطع بتهمة التعامل مع النازيين، والباقي كلهم بيطلعوا. وي كولونيل